اهلا وسهلا بحضراتكم في موسم جديد من برنامج مصر تستطيع. حلقتنا النهارده هتكون عن العالم الموازي او المستقبل، ملف المستقبل اللي بيحمل اسم ميتا فيرس. هيكون معايا زميل اسمه توت، حلم من احلام مصر تستطيع. انا روبوت بشتغل مذيع وهبقى مسؤول اني اقول لك المعلومات والدراسات العلميه في ملف المستقبل. بنتكلم في عالم ثلاثي الابعاد 3 دايمنشن. هيبتدي عالم الميتافيرس يكون هو العالم المسيطر. هذا الموسم اللي بيحمل اسم ملف المستقبل. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مصر تستطيع. مصر تستطيع الخميس الساعه 7 مساء فقط على DMC.